بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال ابن السراجي: الفاعل ضمير الاكتفاء، وصحة قوله موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير المصدر، وهو قول الفارسي والرماني: أجازا مروري بزيد حسن وهو بعمر قبيح، وأجاز الكوفيون إعماله في الظرف وغيره ومنع جمهور البصريين إعماله مطلقا، وقالوا ومن مجيء فاعل كفى هذه مجردا عن الباء قول سحيم: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. دقينا درسي صدو بينش لدرس كاني شرحي مغني اللبيب. إما لبحسي بعد ما بنواني طبيعة بحسي معناي شوار دهمي بلين بقى بيشو كوا بحسي مشهورة بتوكيد كا بيدلان زائدة. فرمي زائدة بوني با باشا لششوين دايا يكان لفاعل دا اي فاعل زائدة بونكي واجبي هي غالبي هي ضرورتي هي اسا هل لو باشا دا اسا نما انقواستو تهم هشويني چكا لسر او آتا وكفى بالله الشهيدا وتي زجاج وتويتي كليرا كان دا او با اهاتوا باشا او لبر او كفا معنا اكتفي تدايا وباشا خوفا وهو من الحسن بمكانه وتوجيه كرك وليدا او باك اصلا هر زائدنا بالواقع دا. اما رأيك كابن هشام لردا تسريحي بيكات كرأي كرأي بلين زجاجة لذاتي خويدا. باشا دل ابن السراج فرميتي وقال ابن السراجي: الفاعل ضمير الاكتفاء، أو لسر آتك كفى بالله شهيدا، واتا فاعل كفاي تشيا ضميرك كالتشيتو بو اكتفائك كالتشي ورد جيري لا كفاي ورد جيري كفاك بتضمين معناي اكتفي دادات. وقال ابن السراج الفاعل ضمير الاكتفاء، فاعل كفى الى اياتي وكفى بالله كفى بالله شهيدا دا ضميرك كهويا اتيتو بمصدرك اكتفاء او اكتفائك لكفى ورد جيري كفاك بتضمين بمعنى اكتفيه جاء او كتبك زائدا نيه يعني كفى هو يعني كفى هو يعني كفى الاكتفاء بالله جاء وكات أم جاء كفى الاكتفاء بالله با أكبم حساب بيت تعلق بسي باكتفاء كاكتفاء حذف دبي هو دا تجيقا كي تعلق بسي بضميرك وكضميرك أبو مصد تشتو وأمشتا لكتبا كاني خوارو دا قصي لسارك لاو كحسب ظاهر ضميرك أبو مصد تشتو عملناك هرچن لك كوفيا كان بعام بيان ويا أشتا صحيحو وإسنادي شان كدوا بشعرك لشعركاني زهير كهرتن شعركا بيتي قصيوان بي بلان تأويلو توجيهي كش دخوال واقع دا جا جنابي عند فرمي وصحة قوله أه وكفى بالله شهيدا آوى بلاي ابن الزجاجوا لواقع دا كفى فاعلك أنتي تيدا مصدر شنك بتزمين معنى أنت دا لواقع دا آوى جاءو كاتا ليرا كندا بلا ابن السراجو فاعلك دتيتو بو زميرك كزميرك اي مستريك كلك فاي ورد جيرت جاء مصنف رحمه الله فرمي وصحة قوله قوله دتيتو هاك بو ابن السراج درزبوني وتي ابن السراج كأن فاعله بو ضمير اكتفاء بو اكتفاء بشتواني درزبوني قول ابن السراج موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير المصري ويستاوى دروزبوني قصكي او لسر چي ويستاوى لسر دروزبوني
تعلق بالصيني تعلق بالصيني جار ومجرور بضمير مصدر آية دتواني أو أولا بوخوي مصدر عاملة إيه عملي فعلي دكا كلي مشتغل به لازم يا متعدي بلي عمل لزرف جدادك على جار ومجرور جدادك أو بيش شيء بلان آية الزمير كبو مصدر دتتوا بحكم أوي أم زمير الراجع بو مصدرك آية بو من هي بلان تعلق بس جار ومجرور بو زميره و اوي كمن استلبير ما ودو جار بابي سيم خوندو تواني لبابي سيدا كبحسي تايبت بابا كبزرف و جار ومجرور شتيوه تدنيا ولي تبكاني خواريوشا شتيوه تا ادهرناكا بتايبه لقطر دا اقل بيرتان بيت دلا دروزبوني و تا ابن سراج ويستا ولا سر دروزبوني تعلق بسيني جاركا كبا اكيب بضميري كوكالي تتوبو مصدركا يعني او كاتك كفا هو يعني اي الاكتفاء آية بالله كزائدنا بباك اتوان تلقى السبب هو و كلك فايدة مستطيلة تتوب اكتفاء كلك فايدة ورد جيلت ادرس سيئنا اما لحالك دا وهو قول فارسي والروماني كموتي فارسي والروماني يعني او كاتها كدبيت كفا هو بالله هو تتوب اكتفاء لبر او اجت تصريح بمسألة كبكلا بكتلا كفى الاكتفاء عندش كالي تدانو بالله تعالى خبسة مالا هو كلا تتوب اكتفاء آية بحكم ان تتوب بوز مصر ام زميلة دا كلا زارو تعالى خبيو بصري ينا حسب ظاهر اما قولي فارسي ورماني اجازا وتويا مروري بزيد حسن وهو بعمر قبيح روشتني من بلاي زيدا جوانا بلان وهو اما لحالك داير روشتني من بلاي عمر دا قبيحة اما ان دلين اما يبيشو تشمانية بزين تلوسي بمرورو كمسرة قصة سر بي عمرين بي عمرين دا كريت على بس بهو و بحكمه ويهو اتشتو بمروري جنابي فارسي جنابي روماني على نار الله دلوستو هيد شكالي تدامي وامجا تناند واجاز الكوفيون اعماله في الظرف وغيره حلبت فارسي وروماني أمندان وتوكتويانا ضميرك عائد بوبو مصر لبر أو مرجعك مصر دك لزانو تلوخي بيو بصر بلان كوفيا كان بيان ليرها تشجاوا وتويانا إدرقان إجازان داو كوفيا كان إعماله هكذا تبو ضميري مصر إجازان داو بعمل كدني ضميري مصر حملة زرف دا لغيري مصر لغيري زرفيش دا حتى تنانا دلما في المنصب لك يعني تا أو حدا بيان ليرها تشجاوا باشا ابن مالك حزار رحمتي إخوائي لبلا تسيل هذا فرمي مصر عمل دكا بظاهري وبمكبري يعني دبي اسم ظاهر بين نابي زمير بيت مكبر بين نابي مستقر بيت باشا مرادي دلي ابن مالك بمرجي داناو بو عمل كدني مصر كاسم ظاهر بيت بويا اويك فارسي وروماني كوفيا كان بيان درستا كمروري بزيد حسن وهو بأمر قبيح كبلانا ودرستا بلاي امو دروزنيا باشا بلا اوان اجازان داوا مستر عملك كبا اسمي ظاهر واسمي ظاهر وكو مرور مستر وعمل لك هوش كالجته مرور اوان دلان عمل لك فرقي بيناك وحسب ظاهر مستمسكيوان بم شعري زهير بن أبي سلمية كدلي وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم كيف يقول شهيد قطر الندى وما هو عنها بالحديث المرجم ألم بالحديث تعلق ده بس يبت شيء بعنها وبهاكوا كهاك بوشورة تتوان بو حرب ده سوى كحرب مثلا باشا باشا دقيقا أبمشي ويا كلا أصل لا أمجا عرزي بلاي خوم كم عمل أصلا دلان آواء أصلا كي وما الحديث عنها باشا بالحديث المرجمي وما هو عنها بقسل سر عنها يا كتالو لبسي حاكي لسي تالو لسي عفو عفو تبي الحديثي بيش عنها بي حتى تناند تالو لبسي بهو ما بسكو كهو خلاصة كلام تعال يعني حديث كليرة دا دبيت مصدر بم اعتباريا يا او كبلين عنها تعلق ده بس بالحديث اللي سب عنها وبحاكو باعتباري تتوب حرب يا نخي عنها تعلق بس بهو باعتباري ويكا
هو جتو بو حديث يعني حديث بلين مصدر به بم اعتباره بس لكن تعبلي ده كان وكذلان كاكا او تعالوا بس بعني و كمقدره يا بمرجمه وكل دوا ويتي كدرس بيشكيت يا بمحذوف يا كوك مرجم دلاك زي مرجما عنها يا لس التقدير وما هو الحديث عنها وحديث بدل اللي هو باش عن حذف هو ابرحل بران ابو علي فارسي ودواء يرماني امر غاندا ولا واقع ده باشا وابن جني دلي قد غيا بو اسمي زمير كبتته بو مصر عمل كلام مفعول ده باشا و عرض ابراهيم خمكم قانوني اوانش كوكو فارسي ورماني به علن او زرفا او مصر او بمب زميريش عمل دكا وجار متعلق فيه بس دك لازم في تعلق فيه بس بلاي اوانو حلبت بلا جا وصيحة قوله كلا بيجدا فرمي ابن هشام برحمة خير فرمي يعني وقوا وتلاب اما قبولنا كنا صلا نشتيوا باشا ايه لبدا وشنكا ارزي براي خمكم امزر فبو خوي لأصل دا وكو حالق واع لواقع دام جار مجرورة يعني اوال صلى كفى هو يعني اهل اكتفاء في حال كوني مثلا ملتبسا مثلا بالله اشتشي ابو شجا يعني يما دلاش قبولنا لكن واجر فرزا اوجبه قبول يمكن او زميله بكتفاء تتواني دروز بونكي بياني هيواندي هي بوك آية درست جارو تالو سيبادة ميريكو كمسرشتواني كحسب زايد كوفيا كان ريقا باشتيوانا دانو اشتيق لو شيوان بلاو جا ازمي لوقيدة آو ومنع جمهور البسرين اعماله مطلق جمهوري بسريا كان ام عمل كردنيان عمل كدني او هاتتو بو ضميري مستر عمل كدني زميري مستريان بمطلقي قدغة كدو يعني بمطلقي يعني ببي قيد عشا ببي قيد بهي الشيوك لشيوكان رجان آدم قالوا وتوينا تاو ترجان آدم قالوا بس لكان وتوينا يا علماء وتوينا باشا ومن مجيء فاعل كفا هذه مجردا عن الباقي قول سحيم لو كفاعل كفا عام كفا كوا وتمان بأ لفاعلك زائدة دبت كمجرد بحال واب لباء وتي سحيمة ك كوتا سرتاي أما سيبي دلن كوتا شعركي كم هنا يتي لنسخكي من دا هركف الشيب والإسلام للمرئنا هنا عرزي بريخون كم جاء البتامة كدل أوج بلم ومن مزيء فاعلي كفا هذه باشا كفا هذه أبو شوية أو كبلم لا خزمتان دا كأمزام زاد الله مجردا عن الباقي كفى هذه ما تركيب وصفية كفاك أما صفتي آوى ما بس بم كفى هذه أوى كمتعدنا بمفعول به باشا أمزا أونا هي نجي للشركة لدواء قصيرة ذكين يا تميز يا حالة بلا حالة كباشا لدواء قصيرة صدقين زاد الله كمجردا من الباء عن الباقي كحالي وبمجرد بلبا أما حالتي غير غالبة كي يعني غالبة كي أوي كواتشيا بائي بيويا بلان حالتي غير غالبة كي أوي كوا مجرد بلوك وقول سحيمين كدلتي كفى الشيب أولكي آوى عميرة ودع إن تجهست غاديا لا رواية جكي جانك هذا غازينا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية صحيم يكيكلا مخضرمين باشا عميرة تصغيري وابزانم عمرية كناوي كتي سيدي أم صحيمة ودع أو أمرة باشا إن تجهزت غازية باشا او وقت يعني اگه خود آماده کرده بیو خود ریکوپیا کرده بیت باشه جا غازیان هاتو غادیان لیرده هایا
غازيا يعني او بك بروي بوشر كسد سي بوشر غاديا او كسي كلباني ددر ابو سفر اوا اما شاعر دلي اوا دلي بابا واز بينا عميره باشا بلى عميرة ودع يعني واس بينا واس بينا لا تيكلاوبون لا بلين تي بيدلن افرتانو محبة بيكدن بويان اگر ما بس اويكوا لواقع دا خودر وخيلوانا تواز بين الامانة باشان اگر تو خود اماده كردوا كبلو سفر درو يا بلو حرب درو شتيش ابو شهر كامي كام بي جا دوا دلي كفا الشيبو لسن رو ايتا بسا بيريو اسلامتي بو بياو اگر وجرد يعني ام دو بو قرانا و انسان بس الواقع ده زور باشا ليرا كان دا اگر باسي عربي شركة بكين عميرتا اما وطمان ناوكي سيدكيتي شاعر رودكاتا كسيق الواقع ده عمي يعني الاصل آوي ودي عميرتا اما لتان تقنسي منادانية باشا يعني واز لعميرة بينا كعميرة دبي افرتك بقوراني قد بيو اوانو ام كسش علاقي بيبو بيو بنو الى نوع كان محبتي او كسي لدل دابو بيو جا يا ما بس سفري بو بيا ما بس جهاد اوانا بو بيجا وكو ارزم كدن غاديا لنسخة كي من دهاتوا بلان لو نسخة كي محمد محي الدين عبد الحميد دا بلين غازيانا بلان لم نسخة من دا كده دا سندا إقباو غاديانا ودي تولي تبي واو خواني ما لاوايب كلا عميرة اقا تو خود آمادة كردوا بارقو بني سفرت بسويا بارقو بني اوه بسوا كبروي بو جهات كيف الشيء ويسان نرمي تل إسلام وبيري بو بيو يتبسن ام دوانا بو بياو اگر او بياو وجره كابرا مسلمان دوه وقره كابرا اگر بير بوده بيو وقره لواقع ده عمرتا ليعرام دام فلوبي مقدمة بو وديع وديع في لي امر فعليك انت تدا مستطيلا ان اداتي شرطة جازمة تجهستا فعل فاعلة فعلك لمحل جزمة مجزومة كفعل شرطة تاك فعلكيتي جواب شرطك محذوفة كما ما قبلك دلالة لصدك يعني إن تجهزت غاديا فودي عمرة الأصل عوي ودي عمرة ما الدلين دليل أبو جوابك الدلالة دك على السؤال أو كجوابك محذوفة غازيا حال لفاعل تجهزك تأك كفى فعل ماضية الشيب فاعلك إيتي الإسلام عطف بصر الشيب للمرء تعلقا بصبا ناهيا وكل دواء هاتوا ناهيا للمرء أولى صلاة ناهيا ذكره تميز به يا ذكره حال به لإسلام يا للشيب باشا حال كيك ذكره محذوف بيت يعني حال به ليشيان شو كذا حال به لهدوشان ده بيقول ناهييني أيوه هني بلان ذكره حال به ليشيان وكيك حذف كذا بلان لباري معنى ده بقشتي تبو بو بحال ده خواتش ممكن مشتق لرده أصل أولى بين حال وتميز ذا أقل شوينة احتمالي أو يبو حال جبو تميز بما دام مشتاق به قص يعني بلاني حالك إذا بكيت بحسك أنك بحال بلاني تميز كده شايدة كمان لسلا وكذا فاعل كفا كبغالب أو هي كوا بائي بيوك وكفى بنا حاسب وكفى بالله حسيبه وكفى بالله شيدا بلام ليرا كان ده أم كفايا بيباء هاتو أما شاش متويتي صحي متويتي صوت شاكا دو هذا فرمي ووجه ذلك وتي او يعني الدليل او دليل او كفاعل كفا لكفى الشيبودا نيجتو كفى بالشيبي
وجه ذلك أم ذلك دتتهم بمجرد عن الباء دليل مجرد بوني باء لفاعلي كفاي لشعري الصحيم دا لكف الشيب دا على ما اخترناه بنا بوي كوائما ترجيح من داو بلا ما نوى الراجحة لوك باء لكفى بالله دا عرزي بريخوم كم زائدين أو غير زائدين أنه لم يستعمل كفى هنا بمعنى اكتفي لبر أول يرد الشاعر كفاي بمعنى بلين اكتفي بكارن هنا شو قال بنا اكتفي بكاري بنا ببعنا دابو جون كمتعددة ببعنا لواقع دا يعني الدليل أو كوا فاعل كفال لدى مجرد لبا على ما اخترناه بنا بوي كوا إما ترجح من داوا كوا بغالبي لا فاعل كفال زائدة دابيت جاء بلان أو كيما اختيار من كدوا كبا لفاعل كفال بالله دا غير زائدة نك زائدة ولا بل أوش هاتوا كلبدا هاتوا شون ككفاء بمعنى اكتفية نك بمعنى أويك أو بحسي لذكرت نك بمعنى حسب أو أنا بذ مثلا باشا أويك أنه صحيم شاعر لم يستعمل كفى هنا بمعنى اكتفي كفى لذا بمعنى اكتفي بكار نهناوا باشا تاوكو بأبد ويدا بيت هل بمعنى أوي كيف كان؟ شو قال بمعنى اكتفي بايا بيجمان أو الندكرة؟ شو كأو كاتا له قعدة متعددة ببابا بلا وقت يبوا معنا نهيناوا إتر له قعدة ليردا زائدة كزائدة جبو بمعنى تود تواني ساقتي كيتو هي شهيد روزنا بلا قعدة بلا بلي اكتفي الله شهيدا عمل لبواري معنى داشتكي صحيح نيه لواقع دا ما اكتفي بالله شهيدا اوا صحيح ودرستو جوانا لواقع دا اوا باشان دالي بلا باشان دفرمي ولا تزاد الباء في فاعل كفاء التي بمعنى اجزأ واغنى باشا ايه واتلي ردا أم كفاية بمعنى اكتفيني بلكو بمعنى حسبه ديوا فعلي أبو شيويو خلاصي كلام إتر وطبيعة بيسي نكدو باشان دالو ولا تزاد الباء في فاعل كفاء التي بمعنى أجزى واغنى ولا التي بمعنى وقع أماش شتيكي باشا كدي فرمي كفاء تقسيم دكال للغتا بو سيكفاء سيكفاء من هي يكيان بمعنى حسبه باشا يكيان بمعنى أجزأ أو أغنايا يكيان بمعنى وقايا دالي أمجا با كزائد بل لفاعلي كفايا كزائد بك بمعنى حسبوا بلام ولا تزاد الباء باشا في فاعل كفا التي بمعنى أجزأ وأغنى زائدنا بباء زيادنا كباء لفاعلي كفايا كداك بمعنى أجزاء أغنادت عرب دلن أجزاءني الشيء يعني كفاني بس يمني كرت يعني دلن كفاني يعني أجزاءني الشيء يعني مني بيني أسكرت باشا أبو شيء ويا دلن كفاني مثلا أو دلن كفاني الشيء يعني أجزاءني باشا لحديث ذا هاتوا ليس شيء يجزئ من الطعام إلا اللبن يعني هشتك نية إنساني بينياسكا وبريت عام كوي مغا الشير أو زورتك أو بلا أغناك دل بمعنى أجزائي ما أدفى تفسيرا يكيكن باء لفاعلي كفادك بمعنى أجزاء أو أغنايا يعني بينيا ذكرت زائدة نابد ولا التي بمعنى وقع ولا وش عندك بمعنى وقايا زائدة نابت باش لو شا زائدة نابت بلام ليردام مصنف رحمه الله
جي خويبو او كفايه كبايتي زايده بمعنى كيبو بتاع مردو ناس مردو سوتاين تماشا ما كل اول وتائرا فقد او نيجوتي او با اللي بدا التواقع دا اويا كدبيني بمعنى كفاءنا اكتفي بتزمينه يتوكتب باك زائدين بلا كفا لكفى الشيء بدا معنى كي نقول بلا امدو معناني يمدو كفايك بحث ذكاء الواقع بلا حسب ذلك وانا حسبه وحكمك شي نقول ايه لازمه يا متعديه باشا بلا ظاهري فرمايشتي مصنف اويك دلي بوك دلي التي بمعنى أزأو ولا التي بمعنى وقد يارك أميان متعدية بو يقمفل أو شيء متعدية بو يقمفل كفاك أو يكوافع لك باك يتعزي لبي أو حصل هل بمعنى حسب ولا وقدا وكش تيجي دبيت اشتكي بلا وهابو بيتك أمشتا بابتك كبونا ببحثي لكوينوكا بابتك همو كسيك ديزان الواقع دا زور باشا بلا ابن أصفر لمقارب دادلي والباء زائدة في خبر ما وليس في فعل كفى ومفعولها أميك ابن أصفر لدادلي وابيرسي أو كفاءش متعدي بيت شون كذا لب زائدة دبيت لخبري ماذا لخبري ليس دا لفعل كفادة ولا مفعول كفاشدة دين لفعل كفادة وبيش يا شيخ بلان لف مفعول كفادة يعني تي يعني متعدية وجنابي نصفرش زي جينا كده ولا واقدة داخو كام يعني مرادي دلي زائدة بوني باء لفعل كفادة أو يك بمعنى حسب بيت بلا أجاب منا وقابل لفعلك يا زيان نابت وهكذا لو كي كشتا زور باش تو كقوله جاء دلي والأولى متعدية لواحد أو أوليا يعني كبا معنا أغنايا معنا أزاي كي كي كن أو يعني متعدية بو لواحد بو يقفل كقوله وكو شاعر كدلي قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل أمشي على نسبة داو بو بيك بناي أحمد كر علي ميكائيلي باشا نسبة داو بو كسيكي أبو شوية هندي كيش دلن بنسبة بلان هندي نسبة داو بو أو بيوية ما ناكشي حسبي زهيد دبي لتعرفي كسيك دا قصدك كآوة دل دلي قليل منك يكفيني اشتك كملت هو تدك امن بنياز دك امن دولمن دك بري زوجتم دك يعني اشتكي كم ولتي ولا ترى اشتكي كم لتورا يكفيني يعني يغنيني بنيازم دك باشا ولكن بلان قليلك لا يقال قليل كمي تو بينا قلت لك كم اگه تو اگه كميش ببخشي هر زورة كمي تو هر زورة ليرا دا قليلون او كمبتدايا ابتدا بناكيرش عادة دا بي مجاوزي هبيت مجاوزكي او يكدكرت منك كتعلق بس بفعلك عامي محذوف وصفة بيت باشا ابم شيو بيت يا أصلا بلين قليل خلفي موصوف بيت خلفي موصوف يعني خلفي موصوف أقبلين قليل مبتداي منك تعالوا الوصف بفعلك عام وخبرك صفتك أو درستا أو كاتيك فيني ديبتة سيبتة مضاري خبرك باشا بلان دتواني بلين قليل خلفي موصوفة يعني موصوف قليل دا مبتدا بو حذف بو وقتك او حذف بوا ام صفتك توتجاك چونك عاده لما النحو ده هنا وقت مضاف كمحذوف ده ومضاف اليه دي توتجاك العربيه ودغري صفتك كمصو حذف توتجاك جي او دغري تو جاوك هات اصلك شيء قليل ولا واقعدا جاوك هات منك تعلل بس بقليلون ونق او بلين صفتي بيت
أو كاتل هدو صورة كاتل يكفيني فعل مضارعة نونا كنوني وقاية فاعل كي تدا مستطيلة كهوية يا أكل محل نسبة مفعول به كيتي أم جملة محل مرفوع خبر بوتي بو متلاكة كقليلون واو كواوي عاطفية لكن حرفي استدراك يا دتوين بلن واكواي اعتراضية جملة كجملة معترضية أمش دلوستا لكن لدينا عملناك قليلو مبتدايا إذا فكرة بلو كافك كافك تيا مضاف إليه كيتي لا لاي نافية يقال فعل مضارع مجهولة له تعلق يا مصاب فعل بيش داو قليل خبر بو مبتدايا كي محذوف كهوية أم جملة هو قليل لمحل رفع نايف فعل يقال لو لواقع دا باشا نايف فعل تيا نايف فعل يقال لو وأم جادتوان كلن بلين دوايا جملي لا يقال له قليل هر تيغرا هر هموي لمحل رفع عدبية خبر بوتي بو قليل ليرا كان دا شايدة كمان لساتي لسر حاتني يكفيا دا بمعنى يغنيا كمتعدية بو يك مفعول وهل بم اعتبار شك ليرا كان دا وكو دبيني واضحرونا كبلين وكو دبينين فاعلكي مشخصو مفعولكشي مشخصو اتر لفاعلي ام كفايا دا كبمشي ويا وكو ديتمان اشتك زائدة نابي باك زائدة نابي لاقيدة والثانية متعدية لاثنين كقول تعالى ما أما دوهما كبمعنى وقايا متعددة ببودو مفعول كقوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال فسيكفيكهم الله باشا على دوهم يعني كفاي دوهم متعددة ببودو مفعول دو دانا مفعول دا قرر الله واقع دا أم دو مفعولة كده قرر وكو دو دانا شاهد قرآني ما بودينا توا لوانا يكيان عليه وكفى الله المؤمنين القتال باشا وكفى الله المؤمنين القتال او الله دبيتتي ابيتا فاعلك واضح باشا المؤمنين مفعوليكم باشا القتال مفعولي دوهم يعني خدا ايمان داراني باراست لويكوا شريان بو بيتا بيشوا بهوي اوكا مثلا كلا بيش دا بحزكا بايك هالي كردو او جنودي كوادل اي ونتان دي اما نازل بو خوا بهوي او ايمان داراني لشرشي لشر باراس يا فسيكفيكهم الله باشا تاولي اولي ركان داني خواي قورا فسيكفيكهم الله يعني الله تو دا باريه زي اللوان كافا كمفعولي أول يتيهم مفعولهم يتي فسيكفيك هم الله آوى خواي قولا الله جل جلاله أتو دا باريه زي اللوان آوى أما اللي رداوك واضحرونا ديتمان كوا أم فعلا كاللي ردا بمزاري هاتو وكي كان بمازي هاتو فعلكي دو مفعولية ولا أوان داك بمعنى أغناب ويق مفعولي ولا مش أنك دو مفعولية عموما لفاعلك إلى باء زائدة نابت بلام لقل أو دا بابتك دهروجين إتر توضيحاتيك زوري لسردة براستي بنوعك كإنسان بدسي ومان دويدة بيت سبحان الله أم حوصلك أم بيا وبيتي شونا أم بابتي تير وتسل درهنا عبوما على ووقع في شعر المتنبي بسم الله الرحمن الرحيم هرچند وقو خوي متنبي احتداد بشعر كان ناكرت باشا بلاندلي ووقع في شعر المتنبي زيادة الباء في فاعل كفى في فعل كفى المتعدية لواحد قال كفى ثؤلا فخرا بأنك منهم
ودهر لأن أمسيت من أهله أهل هر ديارة لواقع رتم شارك دارشنك أي جورك كإنسان بدسي ديارة ورز دبيت شاعر دلتي دلي أوك توجيه لكن استكان بلان بعبارتك وخوينم ولم أرى من انتقد عليه ذلك فهذا إما لسهو عن شرط الزيادة أو لجعلهم هذه الزيادة من قبل الضرورة كما سيأتي أعوى دقت كان أم شعر جاقي إوي كوا قصو بعصي خوي لسلبك والله زاد بأي عراب ومعنى كيف كان باشا متنبي أما مدحك سيدك كمتنبي خوي مولدة احتجاج بشركان ناكلت ثعلك لشركة دا الثعل أفوك لشركة دا وكفى ثعلا فخرا سعل أو هوزيك وهوزي ممدوحك إلى واقع دا باشا أو باشا أو كي باشا أو كي كهيا لمفرداتك اشتي شوي تداني إلى واقع دا حسب زاهر أو دلدل كفى سعلا فخرا باشا وني دلي بنياز دكا قبيلي سعل لباري شرف فخر وكتولواني يعني هل هوزي سعل لبواري فخر شانا سوا بس يانا أوك بأنك منهم باشا بويكوا أتو لواني وباشا زمانك روشقارك كوا لأن أمسيت من أهله أهل ودهر لأن أمسيت من أهله أهل وهر بوشي روشقاري كوا لو روشقاري دا أتوبوي بسبو أو روشقاري كوا فخر شانازي بكا بسر غيري خوي دا لو روشقاراني كوا تويتي عنب يعني أو روشقاري كوا تويتي داي بوي هي كوا شانازي بكا بسر روشقاري كاني كدا كوا كسي وكو تويان تداني درقاي كوا داخل سلام يعني أوا وكو هوزكا أو هوزي سعلا لبواري فخر وشرف بس يانا كتولواني أو زمان وروش قارش كتو يتدا هلكتو تيدي تو يتاهاتو تدرو تو شود بروش كدوتو اللي دا تقلبو قورانكاري وحلستان ودانشتن وتصرفات البوا إتا بس يتي لبواري شرف كشانازيم كابسا الدهر وروش قارا كاني كدابلا أم روش قارا أو أفلانة بياوي تدايا من أمر رجقارم كفلانة بياوي لم رجقاري من دابوا بلان رجقارة كان إيو شتان تدابوا إيو هالقري تشيبون باشا أعوى زرت شكرا أما مدحي كسيدة كان ناي شجاعي كري محمدي من بجيش تيش أعوى زرت شكرا كفا فعلي مازية وبهرحال ثعلم مفلو به يكيتي كلنا دا تنويني قرتوا أما لبر ضرورته شونك غير منصرفة إيه لبر عالمية عدل لواقع دا أو دا كريبلين غير منصرفة يا دا كريبلين ناس سؤال هل لواقع دا باعتباري عالمية دنيا هل باعتباري وكا لسؤالي هل أب ما بستا أب باشا تبر حال دا كريب منصرفة باعتباره فخرنا ما تميزة باشا برك دلان حاله بلان فخر چونك جامده اصلاويا تميز بيت اكو پشدا باسم كر لبيني اودا ك حالو تميز بركام لاندا ك جامد بونو لبيش مش جامد بونو اشتقاقه كليك دنواني او دتوانين او كومك بام كابو او بتلا كاب كبير اذا الامزا بياني هي اتو دفعي بهامي جوا ايش هالبخوي رولي هي لواقعده با حرف جر وزائدة أن حرف مشرف فعل كاف كل محل نصب اسمك يأتي منهم تعلق وسبب محذوفكم محل مفروض خبري أنيا باشا زوجة أو وأم جاء عندك جوادي خبنوانة لضميني مكا وابق متولد به بأنك منهم بلا لا نسخ من دهر ولا هاتوا بأنك منهم واوي دقل دانيلا قولا عندك وادي اخوة انه واوي متولد بالاخر انه اسم خبرك لتأويل مصدر دان باشا للفظة مجرور بباءك لمحل عمر فعلي كفان
باشا كفى ثؤلا فخرا يعني آوايا شو كامل لدى خبرك مشتق شو كان منهم أو دبيني أو تعرف صب بمحذوف يا كوا تقول لك يبقى كون يعني كفى ثؤلا فخرا لأصل آوايا أها كونك منهم أو كون لدى لا تأويل كذا ديتا آلاوة زورتك أمزا واو كواي عاطفية دهر مرفوع لردا باشا أما قصيلة سر هدوايا كمرفوعة ابن جنيد الله محذوفة فاعلك فعلكي يعني فاعل أبو فعلك محذوف يعني اللي يفخر الدهر آوايا يعني هندك آوا دلنا واقعدا أمزا أو أهل كالأخوار دبتا صفات بوي ابن الشجري وكم مصنف في بحثي كدواء لشرح كده ضل لده ده سيجور دلو السيارة يكم مبتدا به حصفي خبري كلاب يعني آوى ودهر يفتخر بك دوهم عطفي بصر محل فاعل كفاء يعني إنهم فخروا بكونه منهم فخروا بزمان أبو الشوية سهم باشا مجرور بدواء وكوا مرفوع دبي فخر لسره وكفاعل كفايبت باشا وباء بأنك زائدة نبي تعلق بس تعلق سبب فخره أو باشا باشا دهر بعطف كمجرورة عطف بوصل مسألة كمجرورة بباك إتر أول توضيحاتك مصنف ديدا لواقع دا وإشكالاته دقري لو أنا كم بابته دينا بيشاو وصورتي صحيحي بابتك دينا تعالاو لأن أمسيدا لأن أولا حرف جرة أن حرف مصرية أمسي تفعيل مازينا قيسة تاك محل مرفوع اسمك يتي من أليه جار متعلق صنابه بحسوفك ومحل مرفوع خبري أمسي أنو فعلك لتأويل مصر دانو خلاص كلام مجلون بلامك لواقد زور باشا اتر او امزا اهل صفتي دهرون و اتدوا لمصنف قصشي لدك هدف لهناني ام شعر او ابو كمصنف بما بلي هاتوا لشعر متنبدا فاعلي كفا كمتعدي بويك مفعول فاعلكي بائي زايد لسر جا امزا بحزكا كدلي بوقسان لينا كدوا بو ارادي لينا قرتوا عادة دليا أويا أصلي بابتا كان فلا موش كردوا يا أوك أصلا بلين فلا موش يانا كربي يعني لبيليان شو تولي ركانا دعما سن جنغ الرئيدة كيف يترخو إنسان عجاب نيا ولم أرى من انتقد عليه ذلك نمديتوا وقت كفرموي ولا تزاد الباء في فاعل كفاء التي بمعنى أزا وأغنى وقت أما قاعدك أو أمشتكي مسلمة ولم أرى من انتقد عليه ذلك نمدي توكس نقد رخن بقري عليه لمتنبي ذلك زائد كذني باءك لفاعل كفاء كبأنك منهما باشا شوك حقي أم كفاءك بمعنى أغنى نابع فاعلك باعي زايد إلى سربيت جاء أمزا كان رخنا لنقيته الدكريت بدوه كاربي يك فهذا أماك انتقاديا لنقيته إما لسهو أن شرط زيادتي يا سهوك هليك لزانان ولشرط زايد أبونك حتى أنا فاعلك فبعتها زايد إتر نهات ليك بدنوان بلن أخي كام كفاية حرب مطلقي دويت الباسي كفا كلابه أو أبو بيت مايسه كتاو بوشان ليك دبت أما يك أو لجعلهم هذه الزيادة من قبل الضربة يا لبلوي علماء حات أم زيادة عن دانا ولا قبيل قماش زوين تو أنا دكري أما كاكا اللي ردا شاعر والله مو لدى احتزاب الشيء لكن أهي ودواش وكو زروتي كشعري اشتكى دان درابي كما سيدي هروكو لو بدوا ديت لنوع السيوم لنوع كان بقى إذا أدى ديت كمثلا لضرورتها بقى تدبيت زائد تدبيت
أو لتقدير الفاعل غير مجرور بالباء باشا يا لبر أو تقدير فاعل ينكردوا كوا عرز براي خومكم مجرور نيابة باء باشا أه. مجرور. يعني تقدير فاعل كفاكرا كمجرور نيابة باء بوا تقدير آوا دكتور مثلا عرفان أنك اشتيتشوا يا اعتقاد أنك منهم يا مثلا علم أنك منهم آوايا الأصل يعني بلين الأصل آوايا كفى أها بلين كفى مثلا صعلا فخرا عرفان آوايا بلين مثلا بأن مثلا عرفان أنك مثلا آوى يا اعتقاد أنك مثلا يا تزار علم أنك منهم حصل مضافك كلاب مضاف لك تبي تجيكي باشا دوا أوي باء زائدة بتوسع لكلامك كده باشا جاء أبو حيان دلي زائدة بوني باء لفائلي عرفه وشبه عرفه دا زورة أو دواج أو بحث حديثة في شو يا تقدير أو بكري كفى كفى سعلا فخرا علم بأنك منهم حصف عليك كلاب اللي ركان دا لبرو متعلقك بأنك منهما لواقدا دكتير جاكا دا بنيشت هل وكل نائب فاعل لا إشي وادكرت وخلاص يا لما صلى مفرد وكما أظهر مثلا مثلا في إلا زي إلا زيد يعني ما ظلمني أحد آوى إلى أصل ده يا أصلا دك يا فاعلي كفاي ضمير يسيته بو اكتفاء أهلا دك لي أوجبه مثلا باشا أبو حيان لشرح تسيل ده دلاء أويك ابن مالي وتويتي باء لكفى بالله دا زائد يوم سبي السيبويه ابن السراد إجازي وتشيش كي دايوش أويك زائد نبد وفاعلي كفى ضمير يبين مستطير به تتوب اكتفائك لكفى ورد جيلة تقديرك كفى هو بلاين كفى اكتفاؤك أم جاء عمل كدني مستر بصورة زميل وكباس ما كبت يتوب مسترك زميلك حرشا لما ممنوع على اللاي هنديك بلا نوم السبي بغداد يكان وبرقلة بس يكان اللي ودا أبو حيان لشي تسل دا توزشتكي تلي دكاتواني تشكولة دكات جاء أو أولي تقدير فعلي غير مجرور الباء غير مجرور الباء يعني يا لدبر تقديري هو كفاعلك مجرور نيابة باك باشا وكو أرزم كدن البته أما اللي يرد جنابي قباوي تويتي فاعل فخرون بلا سر رواية رفع أقل بلا برفع أبي فخرون هو لبتا فاعلك يتشاشنية بلا أمر رواياتك هر خوي تحقيقي كدو تدقيقي كدو كفاثو على فخرا بأنك منهم جاء أم جاء أجا مجرور نبي بباءك أبو الشوية كبرا إنما مضافك لأراد أبو كفى سؤالا فخرا عرفان أنك منهم يا اعتقاد أنك منهم يا علم أنك منهم علمو عرفان اعتقادو هل كامي كان داني فاعلك أبو مضافو كحذفو مضافو ليك هاتو تجاكا يوم جاء بأدوا زايد أبو أما وشيك درستا يا أويا أمزا تاوتوي شاركة دكادلة وثعل رهت الممدوح باشا رهت عشيرة شتي ممدوحك كوهم سعل بطن من طيئ هو زيكن التي لطيئ باشا أويك حتمي تأيب أو منصوبة لهو زي طيئة الزوجة رند خوينينا طيئ أو غلطة طيئة لا أصل ده طيئ على تانتجنس وصرفه للضرورة منصرف بناكي كفى ثعلا كب منصوبي هاتوا لبر ضرورته باشا كب تنوين وهاتوا چونك إذ فيه العدل والعلمية لو دا هم عدل هيا هم علميته وكعمرة زور باشا ودهر مرفوع عند ابن جني بتقدير وليفخر دهر وأهل صفة له بمعنى مستحق واللام متعلقة بأهل تماشاك
علي شي علي الدهر مرفوع علي ابن جني باشا بتقديري وليفخر دهر وقت الشعر كدا كجنابي شاعر دلي ودهر ام دهرون كو باسمان كرت كوتم شارح مصني بو خويا دلي بويا توضيح من دا على الدهر ابن جني وتويتي مرفوعة بتقديري فعلك محذوف كوليفخر دهرونا باشا حس في فعلك كراو بقريني سابقة كها كفا سؤالا فخرا أو فخرا داكنا ببيت قريني لفزي بو عاملي دهرون كفعلك محذوفة مجزومة بلامي أمر أبو الشوية أولا هيك وباشا أهلو كالأخوار ودي ودهر لأن أمسيت من أهلي أهلو أو أهل ودلي صفة له ببيتا صفة له لبوتي بودهري بمعنى مستحق أهل كبوخي مشتقني بلا لتأويل مشتق دايا تشيشي تدانيا شنك بمعنى مستحق ديت تكري أو بد أما بلا ابن جني أبو الشوية أم جاء واللام متعلقة بأهل أو لام كذا لأن أمسيت من أهله أهلو إتر أو لام اشتعلو سب أهلو كذا بها تصفة بوتي بودهري باشا بو شنك إما ديخوين لبابي السيدة متعلق جار مجل زرف يا فعلة يا شبه فعلة يا معنى فعل يعني هر كلمة كمعنى فعل تدابو إشكالي تدانية إله دتواني فعلك جار مجرور لك زرفة على فعل سجوك بمعنى معبودة لرجد أهل چون كتأويل دك لبا مشتق كبمعنى مستحقنا أها تساوليتي دك لي لا مكي لأن أمسيت تعلو بصيبتي وبو أهل نوا چون كأهل بمعنى تشيا مستحقون لواقدة شون كلا معناه مشتق دايا يعني آوائل لتول يفخر دهر مستحق لكونك من أهله يعني آوائل لتول معنى دا وليفخر دهر كبك باشا كما ثبت الفخر بقبيلتك بك أبا مشيو دي با زمان روشقاركيتو شانازيب كابتو هر وکو شانازی کردن با قبیله کی تو و کما ثبت الفخر لقبیلتک بک آوا یعنی آوا لمن لیفخر دهر لیفخر دهرک بک کما ثبت الفخر لقبیلتک بک با شانازی ک روزگارک ک او روزگاری تو ک توی ک دای بتو هر وکو شانازی کردن با قبیله کی تو بتو صابتة يعني كقبيلة كيتو بتو تلكن شانازي لكن لاقعد جادوا دلة أو بلاقي ابن جني أبو الشوية أو التوجيه كإعرابي جوان لاقعد زور شاكم وجوز ابن الشجري أها وجوز ابن الشجري في جاء ليرا كندا أويك ضرور بو لباري باعك ووتي أو بو تفاعلك دكتة مزرور نبي باعك دواء باعك زائل بوكو باسم كري يعني عرفانو اعتقادو علمو أنك منهم أو مضافك فاعل بو محذوف بو مضاف لك جاكك الدكتة أولا نظر دع بجير الواقع لأن الأصلاء أو بو بي جاء او حزب بي وبقى بتوسع لكلامك هذا زائد بالواقع دائتر او كاتب بقى فاعلك مجرور نيا ببائك زائد او التوجيه تيكا من شان بيشو بوهي دا دوا بحثي بابتكي كدك اشارك دوا دالي وجوز ابن الشجري في دهر ثلاثة اوجه ابن الشجري برحمة اخوابه لدهر دا يعني لمرفوع بونا كدا سي سي صورتي بدر الزانيوة تماشاكم أحدها يكميا أن يكون مبتدأ حذف خبره
مبتدا بو حصفي خبرك كرابت باشا مبتدا بو دهرون مبتدا بو حصفي خبرك كرابت يعني اي يفتخر بك باشا يعني يفتخر بك تبيت خبرك بيت يعني ودهر يفتخر بك تاو ايه امزه برشاره دبيشو دي خود دهر نكيريا شلون دبيت المبتدا وصح الابتداء بالنكره لانه قد وصف باهل درست ابتداء كردن بمنكره كدهرون لبل او موصوفه باهل هروق ابن جنيك قلتي ايش دلد اهل لمعنى مشتق دايا بمعنى مستحق صفة دهرة اگر صفة دهر بيت درست هيج اشكالي تدانية دهرون ببيتها مبتدا چونك هو مستوي غبو ابتدا بنكي لبونكي باشا لانه قد صفة باهل زورتشاك جاء ام جاء بنا بم فرمود ابن الشجري دبيت تقديري خبرك مستني اماجي بيانا كردوا بلان لواقع لبيت دو وصفك بيت باشا چونك او فاصلة لبين صفة وصفة وزي ناجولة لواقع دا باشا مثلا يعني اوا بيت بلين ودهر اهل يفتخر بك باشا بلان ام اسم نكيرة كدهرنا اگر تقدير فاعلي بو بكريت وكو ابن جني وتي تاوكو تقدير مبتدا باشترا لبر اوا باعتباري اوي اولك كقرينة ببيت وكو قرينة لفزي كيفخر محزوف ببقرينة فخر فخرا كلفش دهاتوا اوا زورتر تاوكو مكالدا مبتدا بو خبرك حزب بو بلاقه ده شوك قرينة اقنية براسي للسلي داي خباب ودرجة إلى خباب أو داني كير باشان وثاني توجيه دوام بو مرفوع بوني دهر كونه معتوفا على فاعل كفا دهر مرفوعة بعتف بوصر فاعل كفا أو مستريك لبأنك بأنك منهم ودجلك لبيتك كون كمرفوعة لواقع دا عتبي بصر فعلي او كفايا بلان بصر محلكي نك بصر لبسكي ك اواي اصلكي كونه منهما اواي لبسديتوني يعني كفاهم فخرا ابو شوي لبسديتوني كتي كونه كونك منهم اوانا كونه كفاك كفاهم فخرا اواي لبسديتوني كونه منهم كونك كفاهم فخرا كونك منهم اولي بسدتواني بمشي ويا دلت درسة معتوب بصر فعلي كفا يعني بوصتي بصر محلكي بصر محلكي بصر محلكي و لتنتهي نسيت امجا اي انهم فخروا بكونه منهم وفخروا بزمانه لنظارة أيامه ما بس أوي أوان فخريا كردوا هوزي سعال بوك ممدوحك لهوزي سعال منهم لقل إنهم دتيتوا بشوب سعالي كونه كجوب وممدوحك أتيتواني هذا لرهت المدوح بلفزي ممدوح دتيتواني واتا سعل شانازيان كدو بويكا ممدوحك لوانا وفخروا بزماني وشانازي شان هتا كردوا او كات معنا كاولي ديتواني بزماني ممدوحك واني اوان نك زمان شانازي هو معنى جالبي وكاتا شانازيان كدو او هوزي سعلا بزمانيك كوا او ممدوحيك لابو لنظارة ايام لبروا ايامي او زمانيا شادابن ايامك خوشن روجانك تايبتن روجانك بخم وخفتن يعني وقا وايا ام بياو هر خير وبركات يقبو بيه لسردمي او دا حجو لناكو كيكو ناخوشيكو هيتشيك روينا لا بلا وقيدا
جا فخروا أو فخر لبابي سيف فخر يفخروا أو أو أم نوع التقديري بريزيان أو دقينت ك باقة تعلق بستي بفخرنا ولا عقيدة برام لقى الأوجدة زائدة وتعلقنا بس بهشتك ولا عقيدة أميك أم ليلة داوتي بمعناني كبلا باقة تعلق أما أم تقديره تقديري معنايا بويا أقرب لي إنهم فخروا بكونه منهم أو با أو واقعا لزائد ناس اللي يدعى له تقدير دا بلان راس أقشتي وعلى نظر بجير بلان دلناك أقرب لي تقديري إعرابني تقديري معنايا تقديري إعراب ضلي أقر تقديري رابو يوابو بلان أما تقديري تي تقديري معنايا جا دلي وهذا وشو لاحظ في أم سورة ديوم كأتف ببوصر فاعلي كفا باشا ككونك منهما باعتبار محلك أما لا حصف به حصف فيك يعني ولا باري معناه شوى الله أعلم معناه كزوز جواني هي بلاي أوي أو ذاك هل وليفخر دهر به يعني با أو رجعريك وشاياني أو حال وضعيا با أو رجعريك وتويت داي شانازي ببوني توبك لخويدا بلا أم ديرا دان نا معناه كوالي دي سعل شانازي دكن بوكتو اللواني وشانازي بو زمان الرجعرش دكن كواتو تيدي معنى كي دا قردي وهيج حسفك دايخة وهيج حسفك لأرا دانيا هيج شيك لكلامك دانيا وشتيتي لواقرة انتي بلين بيعيب باشان والثالث سيهم دانا أن تجره بعد أن ترفع فخرا على تقدير كونه فاعل كفاء والباء متعلقة بفخرا لا زائدة وحينئذ باشا فجر الدهر بالعطف وتقدر أهلا خبرا لهو محذوفا. أما سورتك جورك الله تعالى سيهم دانا لو توجيه جنابي ابن الشجري او يكتو مجرور بكي باشا دهرون يعني دهروني مجرور كي يعني اوا وخويني كفى سؤلا فخر بانك منهم ودهر اوا كما جرورت كرت بعد ان ترفع فخرا دعويك فخرا بمنصوبين ناخبين ومرفعيدك على تقديري كوني فاعل كفا لست تقديري ويك فخر برفع فاعل كفايد بيتو او اللبواري زائد بوني باو بيجان سد بن كفا سعلا فخر ايه باشا او دبت جاتو بمجروي ديخوين يعني ام جا والباء متعلقة بفخرا لا زائد اوكي بائي بأنك منهم تعالوا سب فخرون كمرفوع وفاعل كفايد بالرواتي فخرون دا برفع وبالرواتي الدهرين دا كبزر دخلين يعني يعني دو رواتي كفى ثعلا فخرا بأنك منهم ودهر لأن أمسيت من أهله أهله أو كتولده كفى ثعلا فخر بأنك منهم ودهر أو جادله مجرور بكي دهر دواء وكفخر المرفوع بتقدير وكفاعل كفابيت وكتب كشتبه لواقع ده زائده نبيت تعلق بس يبسيو بفخر نوا او باي بانك باشا يعني زائده نبيت ابدا وحين اذن فجر الدهري بالعطف او كات امجا جر دهري بتشيا كمجروره باشا جري الدهري بالعطف على بالعطف مجربوني دهري بعطفة باشا كعطف دكيت واني واقعا بوسر او مستري كوام مؤولة لأنك منهم بأنك منهم يعني بكونك عوادبت بكونك منهم تاوليتي يعني كفى سؤلا فخر بكونك تولى منهم ودهر يعني بدهر
اولي دتواني باشا او مستريك لانك منهم ورد جيرت جالي ركان دا ام با ازايد نابت وتقدر اهلا خبرا اليوم حذفا امتى او اهلا دعائي تي بيضلا اهل اها او ودهر امتى لان امسيت من اهله اهل او اهل دبيتتي دبيت او كوا توتي لبكي خبر ببوتي بمتداكي محذوف باشا بمتداكي محذوف عاد في كتب وصم مصري كما جلوبة بقاك كبأنك منهما لبي ورد جيرت أخت أهل برفع خبر بمتداكي محذوف كهوية أو إلى بس أبدت لا واقع ده أو أخت الجملة كهو دهرنا لمحل جرى صفة الدهرية جاء أم معناي أم صورة وق معناي دو مكوايا يكزر فرقيني باشا يعني أبو شو لدت يعني أواي لدت ولا معنى دا كفاهم فخر بكونك منهم أوان بدولة مندكا اوان دولمندك شانا ذكر دنيا بوكت ولواني واوان دولمندك شانا ذكر دن بروشقارك كتول اهلي وروشقاريتو خلاص لو روشقاري اوان دايك روشقارك شايان الياقتي او هي كتوتي دابت معناك